صباح الخير شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2، ويلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تغيرون ثيم الكامب، ومجرد ما تغيرون ثيم الكامب إذا كان قديم وترجعون على جديد راح يخلص عندكم هذا التحدي. Yes, take a look. Let me know if there's... التحدي الثاني مطلوب عندكم تسوقون القطار مسافة 5280. طبعا القطار تحصلوه بكل مناطق اللي يمر من عند القطار، مثلا اللي هو مرمر رودز، من هذا المكان يمر من سان دينيز، عند كل مكان بوست راح يمر من عند القطار، يمر من كل المكانات اللي مثلا يمر من فالنتاين، يمر من كل الأماكن اللي يمر من عندها اللي هو سكة القطار. التحدي الثالث مثل ما عندكم تجمعون اللي هو التوت شديد الخضراء. التحدي الرابع مطلوب عندكم تسوون اللي هو سباق اللي هو قطف الأعشاب. مجرد ما تروحون على العصابة وتروحون على الاختيار الثالث وتروحون على الاختيار الأخير. التحدي الخامس مطلوب عندكم اللي هو تقتلون 3 من اللاعبين بالعصابة. مجرد ما تسوون تحدي بالعصابة اللي هو الانفايتينج وتقتلون 3 من اللاعبين راح يخلص عندكم هذا التحدي، طبعا اللاعبين اللي موجودين بالعصابة. التحدي اللي هو السادس مطلوب عندكم اللي هو تشربون 2 من المنشطات. التحدي الأخير مطلوب عندكم تصيدون طير السبون بيلز وتأخذون الريش مالته.
أما بالنسبة لتحديات الأدوار ونديها بتحديات الكوليكتر، مطلوب عندكم التحدي الأول اللي هو تجمعون 3 من الورد الأمريكي البري. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 3 من الأنتيكو كحول. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 2 من أشياء الكوليكتر باستخدام الديتكتور اللي هو الحساس اللي هو هذا. بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم فتحصلوه شمال ستروبري، هذا ستروبري شمال ستروبري عند هذا المكان. أما تحديات الباونتي انتر فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي انتر. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تمسكون الباونتي انتر بالبولاس اللي هو هذا. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هنتر من مكان واحد، يعني اذا لعبتوا 2 من مكان واحد راح يخلص عندكم التحدي الاول والتحدي الثالث. ومجرد ما تروحون على اي بورد موجود باللعبة، مثلا هذا البورد الباونتي هنتر، وتلعبون 2 من هذا المكان راح يخلص عندكم التحدي الثالث. اما بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الباونتي هانتر ليفل ماكس، فالتحدي الاول مطلوب عندكم تلعبون 3 باونتي هانتر وتسلموهم الى الشرطه. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تلعبون 3 باونتي هانتر من مكان واحد اللي هو نفس هذا التحدي. مجرد ما تلعبون 3 باونتي هانتر راح يخلص عندكم التحدي الثاني. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تمسكون واحد من اللاعبين يكون عليه باونتي. أما تحديات التاجر التريدر فالتحدي الأول مطلوب عندكم تاكلون 3 مرات من الكامب اللي هو المخيم. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تتبرعون ب20 جثة للتاجر بوقت لا يزيد عن 10 دقائق. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تتبرعون للتاجر بجلد أو جثة لحيوان مفترس. بكل سهولة تقدرون تسوون هذا التحدي بمجرد ما تروحون على مكان لاغراس او مدينة لاغراس، تروحون على لاغراس وبعديها تصيدون 3 من التماسيح وتتبرعون بالجلد مالتهم للتاجر. بالنسبة لتحديات المونشاين فالتحدي الاول مطلوب عندكم تغيرون من ديكور المونشاين، ومجرد ما تغيرون صورة من ديكور المونشاين راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني المطلوب عندكم اللي هو ترقصون بالمونشاين لمدة 2 دقيقة مرتين. التحدي الثالث والأخير مطلوب عندكم اللي هو تلعبون مونشاين بوتل لاجر ميشن. المونشاين بوتل لاجر ميشن تحصلوها وقت ما تكلمون السيدة الموجودة بالمونشاين، راح تحصلون اختيار بوتل لاجر ميشن. إن شاء الله كون فاتكم هذا الفيديو، لا تنسون من اللايك واشتراك بالقناة إذا مشترك، وفعل الجرس وشاركوا الفيديو كل أصدقائكم العبوا الردد. أشوفكم في فيديو ثاني. سلام.